اهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعي اذاعه ديوان فاس. شكرا لك. ما حقيقه بطاقه اذاعه بسجن وما هي التهم الموجهه الى موكلكم؟ بالفعل اليوم تحال حتى بن عثمان صباح اليوم على انظار السيد وكيل الجمهوريه بالمحكمه الابتدائيه بتونس على اثر ابحاث انطلقت تعادت بها الفرقه المتشعبه لاجرام الماليه. وهذه الابحاث انطلقت على اثر عمل تفقد قامت به التفقديه العامه بوزاره العدل لمكتب رئيس النقابه الوطنيه لاعوان واطارات العدليه. وعلى اثر ذلك ربما ما لاحظته ما راته تجاوز او تقصير او معناها تهاون اشعرت النيابه العموميه التي اذنت بفتح بحث في الموضوع وتم استدعاء للمنوب وسماعه لدى الفرقه المتخصصه في الجرائم المتشعبه الماليه واحيل على وكيل الجمهوريه. وكيل الجمهوريه اليوم اذن باحاله حطاب على التحقيق. ومثل اليوم مساء اليوم بدايه من الساعه الثانيه تقريبا السيد حطاب بن عثمان امام قاضي التحقيق بالمحكمه الابتدائيه بتونس. ووجهت له جمله من التهم من بينها تهم موضوع الفصل 96 اللي يقتضي تحقيق منفعه لنفسه ولغيره وكذا، وتهم اخرى على سبيل اخفاء وثائق وربما متعلقه حتى بجرائم ماليه. هذا شو على خلفه؟ شو عنده املاك ولا شنو بالضبط معناتها؟ لا هو بالنسبه للاملاك انا قلتها ونعاودها. بالنسبه للاملاك سمحني انا قلتها ونعاودها الاملاك المتحدث عنها وما يروجه البعض من امتلاكه لعقارات واموال ونقدا 450 مليون ولا ادري ماذا، هذا كل ما فماش على الاقل الى تاريخ اليوم ما لقيناش. وهذا معناها اللي يلقاه ماذا به يقول لنا وين محطوطين. هي فقط معناها كل ما نحلوا بحث، لانه البحث تحل على ضوء التفقديه. قالت السيد هذا يا خويا شوفونا شنيا وضعيته، شوفونا ما فيش كون يتكلم، شوفونا شنيا المصادر الماليه نتاعو. اذنت المحكمه باجراء جمله من التسخير باش يشوفوا الحسابات نتاعو، باش يشوفوا اداره الملكيه العقاريه، يشوفوا عندوش عقارات، عندوش منقولات، عندوش كذا. والتسخير الى حد الان على الاقل اثبتت فيه واجب معناها في محورها الاول انه لا عنده هالعقارات الديار هذه ولا عنده هال 100 مليون و200 مليون، بل بالعكس ربما اخر اكستري جبناه هو معناها لا علينا لكن في الروج نقولها كي تونس الكل. فبالتالي هذه ما فماش هالفلوس هذه. اذا كان هو في الروج اذا كان هو في الروج وما عندوش املاك، علاش بطاقه ايداع بالسجن؟ ربما ارتأى السيد حاكم التحقيق، وما تعرف انت بطاقة الإيداع بالسجن هي تخضع فهمتني ولا لا لاجتهاد السيد حاكم التحقيق. ربما رأى في الملف يقول لك ما زالت عندي تسخير جاية، ما زالت عندي ربما سماعات، ما زلت ربما فما اختبارات باش يجريها، باش نخليه عندي حتى فهمتني ولا لا نصدر في بطاقة الإيداع حتى كش للي نوصل النتيجة وربما يولي عندي اقتناع مطلق. هو اللي خاف من الاول على خلفيه شنو سيد محمد علي بوشيبه الاستاذ المحامي اللي خاف من المره الاولى معناتها التهمه اللي توجهت له دوكو معناتها صارت عمليه الايقاف نتاعو، نذكروا اللي هو تم اطلاق سراحه ثم تم القاء القبض عليه مره اخرى، معناتها علاش تم ايقافه من الاول؟ معناتها هذايا هو حس شنو عنده ممتلكات مع شنو مع شكون يحكي معناتها؟ هو على كل حال احنا بهالمناسبه هذه نحب نشكر السيد حاكم التحقيق الاول اللي كان عنده موقف معناها قرار سيادي على اساس فهمتني ولا لا، قالوا سي حطاب عنده انتماء لتنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب جريمه وتحقيق منفعه ورشاوي وكذا، فتح بحث في القطب الوطني لمكافحه الارهاب وما ادراك ما القطب الوطني لمكافحه الارهاب. السيد حاكم التحقيق بعد ان نظر في المؤيدات، بعد ان نظر في الملفات، بعد ان نظر في كل محتوى الملف ارتأى إن الوضعية وهذه التهم غير متوفرة، خاصة فيما يتعلق بتهمة اختفاء محجوز، لأنه بقدرة قادر منوبي يختفي المحجوز يزروا فيه يعني يحتفظوا به وهو في نطاق الاحتفاظ. بعد قال شنو هاو مشينا عودنا لوجنا، والله كي ثبتنا في الملفات لقينا المحجوز مازال معناها موجود ما تهزش، نقولوا الحمد لله لأنه ربما وكان جاء وقتها صراحة قالوا هو رجعوا. فسيد حاكم التحقيق بالقطب الوطني لمكافحة الإرهاب وفي نطاق احترامه المطلق لقرينة البراءة وأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته قرر إبقاؤه في حالة صراحة.
وتم الافراج عليه ربما. وانا قلت حتى في مناسبه اخرى في اذاعه خريف قلت 12 نتاع الليل خلط لداره يفاجئ الاربعه غير اربعه نتاع الصباح فرقه تداهم منزله وتعتقله في الملف هذا اللي هو ناتج على عمل اداري على تفقد قامت به التفقديه وفتح فيه بحث معناها واذنت النيابه العموميه بالاحتفاظ ب حتى بن عثمان 48 ساعه 48 ساعه في اليوم مشى للسيد معناها حاكم التحقيق أصدر بطاقة إيداع. ربما في الأثناء اللي احنا كان قلقنا ونقولها اللي قلقنا ربما نقول إن شاء الله نطلعوا غالطين هو التصريح ربما اللي صار وإلا التعليق اللي صار من طرف السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالقضية هذه. فوالا على كل هو فما قضاء وفما بحث البحث يجيب هكا ولا أستاذ؟ لا هو احنا ديما نقوله سيدتي الكريمة نحن مع تطبيق القانون نحن مع المحاسبة ونحن عندك الكلمة الباهية في لغتنا الحلوة اللي عمل يخلص لكن فما حاجة سيدتي الكريمة نقولوها ديما احنا معناها يخلص بالقانون نحاسبه شخص في نطاق القانون لا نضغط على قضاء لا نضغط على ناس لا نتبلاو على الناس نتهموهم راهو معناها وصلنا نحكيو على ملايين نقدا يعني 450 مليون ونحكيو على عقارات بمئات الملايين احنا مع تطبيق القانون مع المحاسبه مع اللي عمل لي يخلص مع انه القانون يكون فوق الجميع حتى حد من فوق راسه ريشه نحن نعتقد اننا نعيش في دوله القانون المؤسسات ان شاء الله تكون هذه الحقيقه ان شاء الله ما يكونش حتى بن عثمان يخلص في فاتوره انه في يوم من الايام قلق واضح جدا شكرا لك أستاذ يعطيك الصحة شكرا لك على التوضيحات يعطيك الصحة شكرا لك لتجزينا للقاء شكرا على التوضيحات سيد محمد علي بوشيبة الأستاذ المحامي محامي الرئيس النقابة الوطنية لعوان وإطارة العدلية حطب بن عثمان اللي تم اليوم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده